12 لاعبا وقع اسمه في 3 مباريات بأهداف، منها ما منح الفوز ومنها ما ضمن التعادل ومنها من لم يغير ما كان مفعولا. اتحاد الجزائر بالقوة الخامسة أكد أنه لا يتعثر ببلوغين، استضاف مولودية بجاية وانتصر بخمسة أهداف، وقعها مزيان، رصعها كودري، زادها فوزيايا وعادلها مزيان، فيما ختمها بنغيث. أما ظهار فسجل للمولودية التي خسرت للمرة الثالثة مع تعادلات 4 وفوز في مواعيد 3. الاتحاد تصدر وزامل شبيبة القبائل في الصدارة إلى حين مع مباراة مؤجلة ب 22 نقطة. من بلوغين إلى ملعب الخامس جويليا، استقبلت المولودية شباب قسنطينة في مباراة التأكيد للأول والبحث عن العودة للثاني، فارق نقطة بينهما صار نقطتين بعدما قلب أبناء صيف المعطيات بفوز كان فيه لحشود الافتتاح، عدل صالحي للشباب، واضطر المولودية لانتظار آخر الأنفاس ليتنفس الأنصار بهدف بندبكا. زملاء بورديم أضافوا الفوز الرابع فيما انهزم أبناء عمران المستقيل مع وقف التنفيذ للمرة الثالثة. ومرة أخرى أولمبي المدية اكتفى بالتعادل عندما قال مدربه أنه راضي عن النتيجة بعدما عاد وانتزع نقطة من الوفاق. سامر سجل للأولمبي، عبود عدل من ضربة جزاء، ولاكروم أضاف الثاني، حتى عدل أحمد خالدي لتتواصل ديناميكية رفقاء بدران ب18 نقطة من فوز تكرر 5 مرات وتعادلات 3 وخسارتين مقابل تعادل في 5 مواعيد وفوزين خارج الديار مع خسارة لمباريات 3. مباريات 3 ب13 هدفا، حصاد اللقاءات بمعدل 4 أهداف مع كل صافرة.